صحيح، هو يعني بالحقيقة هذا موجود، الإجابة عن السؤال موجود بالموقع اللي سويناه واللي سووه الشباب بالحقيقة، ولأول مرة أيضا بالعراق يصير موقع ويب سايت للمعارضة، يعني بالاسم الرسمي وبأيضا أدبيات المعارضة وبما معنى المعارضة البناء إلى آخره، وهذا يحدث لأول مرة بالعراق. يعني يعني تثقفون يعني لقضية اليوم أنت المعارضة. إذا تكتبين المعارضة العراقية ما تلقين أي موقع ويب سايت موجود في هاي الويب سايتات يخص بالمعارضة العراقية سوى هذا الموقع الجديد. نعم. وهذا أيضا يعني يعتبر، أعتبره أنا حقيقة يعني النصر للنظام الديمقراطي الموجود حاليا، وهذا قد يضوج من عند بعض الناس ويتوقع أنه هو مساندة للفشل الحاصل خلال 20 سنة مثلا. يعني أنا لو أتحدث اليوم بصورة شخصية، كانت عندي ردود كثيرة على الأستاذ علي فضل الله يعني باعتبار إيراني إلى آخره، بس احنا اليوم ما نريد نروح يعني مثل ما سوى الأستاذ أحمد إلى الموضوع الشخصي. احنا نريد اليوم مثل ما قال هو أيضا، مثل ما قال الأستاذ علي، نريد نبدأ بموضوع آخر، خلينا نقول حالة جديدة، مو مرحلة جديدة، حالة جديدة للبلد نقدر نصنع من هذول العراقيين اللي هم كلهم يريدون يبنون البلد. بالمناسبة نعمل على التغيير أو التصحيح، بس لا لا لا, لا 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 نعمل على تغيير آليات وبنية النظام. أكو فرق بين تغيير النظام، لأن النظام عندنا ديمقراطي. يا أستاذ أحمد يقول هذا كسباير، يعني شو تغيره؟ هو كسباير بعد. إذا هو يقصد على يعني ككل، يعني ككل هذا النظام اللي بني كدستور وكانتخابات ككل، هذا شيء آخر. يعني هذا يحتاج له أكيد تدخل دولي أو ثورة شعبية، ولا ماكو غيرها. شلون يتغير؟ يعني شلون تغيرين هذا النظام؟ يعني شلون تغيرت مثلا نظام صدام إجى نظام 2003، شلون تغير؟ وشلون تغيرت إجى صدام بثورة تموز مثلا، شلون صارت؟ يعني لو أكو ثورة عسكرية مثل انقلاب عسكري، لو عندنا تدخل خارجي، لو ثورة شعبية دموية، ويحدث الفوضى، وبالتالي مع يعني بعد